انا ان شاء الله احنا هنحقق الهدف منها. هو انا سالت لسيادتك ليه؟ عشان بالفعل رايح للاشادات، يعني كفايه تحديات نروح للاشادات. يبدو ان القناه كمان محط الانظار، كل الريبورتات العالميه والتقارير العالميه الموثوقه تتحدث عن ان هذه اقرب لمعجزه او هبه للمصريين. وانا شفت بعض في المراجعات الاوليه بعض الاشادات، لكن يهمني طبيعه الاشاده ومن اين، لان مصدر الاشاده دليل ثقه وصدقيه الاشاده. صحيح. يعني طبعا احنا في منظمه البلطيق دي، البيمكو البلطيق دي نسبه البحر البلطيق، منظمه عالميه دوليه للنقل البحري، مساهمين فيها اكثر من 90% من المساهمين في النقل البحري كله، اشادوا بهيئه قناه السويس وقالوا ان بالرغم من تاثير كورونا على العالم كله وعلى التجاره العالميه بنسبه 16%، ما قالوا ان هي 16%، لكن بعد الحسبه دلوقتي بقت 10.4%، الا ان قناه السويس زاد الايراد بتاعها بنسبه 8%. واحنا كنا وهم بيقولوا برضو في الاشاده دي انه مكتوبه، يعني بيقول حاجات مكتوبه مدونه يعني وموثقه، قالوا ان احنا بنعز هذه الزياده بالرغم من كل اللي حصل ده من الاجراءات التسويقيه اللي خدتها هم الحرفيه في يرجعون هذه الزياده الى الاجراءات والاحترافيه في الاداء اثناء كورونا. كويس. وطبعا دي احنا يعني احنا بنسعى بيها جدا، لكن هي بتبقى اشاده دوليه بقناه السويس كلها واشاده دوليه بمصر ومحط انظار قناه السويس، لا ده ايه ده بالرغم ان حصل كذا الا قناه السويس كذا، ودي بقى بتطحد الكلام الثاني بقى الوهم اللي حضرتك بتقول لي عليه قبل كده. الناس بيقولوا ده خسرانه، دي مش عارف، دي ملهاش لازمه، عملوا قناه السويس دفع عليها فلوس ليه، ده طشت، ده الكلام اللي كان بيتقال دوت. كلام طب انت بتجيب كلام اشادات دوليه سخيفة. مهمه اشادات دوليه، لا يعني 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 منظمه او تجمع زي ده اما يقول ان زياده 8% فعلى من يتحدث ان يصمت ويسمع بس هذا الكلام. حتى في نبضته هو بيكتب الكلام بيقول لك يعني من الغريب يعني حتى تشعر ان فيها اي شيء من هو مستغرب، مستغرب يعني يعني فيها شيء يعني المقدمات تؤدي لل انا قصدي هو مش موالي لقناه السويس يعني، هو لا هو بيقول حقائق وهو عنده مصداقيه وعنده كريديبيليتي وارقام اللي احنا بنتكلم عليه. مزيد من الاشادات برضه في منظمه السي تريد او هيئه السي تريد او شركه السي تريد، دي منظمه برضه دوليه بحريه النقل البحري، دي ادت الهيئه قناه السويس في شخصي جائزه اسمها جائزه انجاز الانجاز. برضه خلال فتره كورونا كنا مؤسسه دوليه مؤسسه دوليه، كنا من افضل الهيئات اللي بتشتغل بالنقل البحري، قدرت تقاوم برضه كورونا لو على انها قدمت خدمات انسانيه في تاثير كورونا على البحاره. احنا عملنا اولا هم اتكلموا على السفينه اللي احنا ارشدناها من بعد اللي هي اللي كانت موبوءه، دي كانت موبوءه وعليها حاجاتها حالات انسانيه 62 حاله انسانيه. كويس. الحاجه الثانيه ان احنا يمكن من وانتوا قدمتوا لهم اكل في يامها وبتاع قدمنا لهم كل حاجه، مونتوهم يعني كل حاجه، يعني اعتبرتوهم كانها سفينه مصريه. طبعا طبعا وده واجب طبعا. وسياده الرئيس برضه كان قايل لازم الكورونا دي لازم تقدموا كل الخدمات اللي نقدر نقدمها لكل ما هو مصاب ومش قادر يعمل حاجه، انت بتتكلم عن ناس في البحر بقى لها مده ومش في ايديهم حاجه يعملوها. يعني سيادته كان متابع الحاله دي؟ طبعا طبعا متابع كل حاله وبقول له عليها، قلت له حصل كذا، عملنا بطريقه فلانيه، وهو كان ماشيين من الاول كان قايل شوف المراكب دي لازم نساعدها لو نقدر نخليها تعبر. ده كلام محترم قوي يعني ده كلام في يعني بعيدا عن التجاره وبعيد عن قناه السويس، هو راجل انساني. لا يعني في اللمسه دي اخلاقيه وانسانيه، انسانيه اخلاقيه وانسانيه، واجب طبعا. واجب عالمي في الانسانيه لو نقدر نعمل حاجه نعملها. قلت له يا فندم هنقدر ان شاء الله وهنعديها وكل فالناس دي بتوثق هذا الانجاز وتعبرتها في 10 ساعات، خلينا نعمل لكم فيديو لوحدها، لان طبعا انت بترشدها بطريقه جديده اول مره تتم خالص عن البعد. اول مره تتم يعني مش هيبقى فيهم خلطه يعني انا باخدك، لا مفيش خلطه او مخرجه، فيها ريسك في العبور لان طبعا المرشد بيبقى على المركب غير لما يبقى بره المركب بيرشدها من بعيد. مظبوط. فعشان كده عملنا لكم فويل واحده عشان تعدي، وعدت عشان كده عدت في 10 ساعات، والابطال طبعا اشاد بينا اشادات جامده، طبعا كل ده بيتبعت للمنظمات الدوليه فعشان كده هم سجلوا ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا برضو ان احنا من الدول القليله يمكن من الدول ثلاثه او اربعه اللي كنا بنسمح للبحاره اللي هم بقى لهم مده طويله عشان كورونا ما بينزلوش من المراكب بتاعتهم تبديل البحاره. ان احنا كنا بنساعد في عمليه تبديل البحاره. يعني ايه؟ يعني البحاره اللي بيبقوا على مراكب بقى لهم معزول ما بينزلش بقى له فتره، مش عارف ينزل اجازه، لا مش مصاب. بس مش عارف ينزل اجازه، ما فيش حد بينزله. مش عارف ينزل. كله عامله حظر. كله عامل حظر على المراكب بتاعته، ومراكب خلاص شغاله، هو شغال بقى 8 شهور 9 شهور ما حدش بينزله. في الميه. ما حدش قادر يقدر يستقبل حد من المراكب. فكنا احنا بنودي الارشاد تستقبل البحاره.